في برنامج الجدعان. لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي. محمد غانم في أكبر مزارع الفاكهة الاستوائية، 100 فدان في وادي النطرون مزروعة بنحو 12 صنف وأبرزها الدراجون فروت والأفوكادو وليمون الكافيار والموز الأحمر. إحنا بنطلع عود شاتلة بنصرف عليه، شاتلة بتاخدها بتبشر في نفس السنة. وحصريا محمد سالم بركات ينتج مليون شاتلة موالح وخوخ وبرقوق وكمترة بجودة عالية. وما نعرفش المستحيل. ولأول مرة أخطر زراعات للذرة الصفراء في مصر، طن إضافي من الحبوب بالزراعات الكثيفة. وتشاهدون مملكة شمس تنتج سنوياً 50,000 طن عصائر وصلصة ومركزات الطماطم والمانجو والبرتقال. وانتظروا المهندس عصام شعبان افتتح معمل للأنسجة النباتية ب100,000 جنيه فقط. وهشام الحناوي يزرع الموالح بالمركبات الحيوية وإنتاجه بالكامل للتصدير. وآتون هجين خارق من الذرة الرفيعة بإنتاجية 28 أردب من الحبوب في الفدان. كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان، الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 مساء حصريا على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.